تجهزوا وتجمعوا وتفرقوا في مختلف شوارع بني وليد وأزقتها إذانا بانطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بالحملة الوطنية لتطعيم الأطفال التي تبدأ في 8 ديسمبر الجاري. نشعر اليوم في بداية الحملة الإعلانية للحملة الوطنية لمكافحة الأمراض، وهي المستهدفة بها مرض الحصبة وشلل الأطفال والحميرة وكذلك إعطاء فيتامين ألف. العدد المستهدف من المطعمين أو الأطفال الذين سيتم تطعيمهم داخل مدينة بن وليد حوالي 44,000 طفل موزعة ما بين المدينة وضواحيها في تيناي والمردوم. حملة التطعيم ستستهدف 44,000 طفل موزعين داخل المدينة وضواحيها، من بينها مخيم تورغة، المردوم وتنيناي، بمشاركة 120 عنصرا طبيا مساعدا بتجهيزات متكاملة بدءا من التسجيل وصولا إلى توفير الطعوم وأقلام التوسيم. المشاركين في الحملة حوالي 120 عنصر طبي مساعد بالإضافة إلى الكشف الطبي من الأطباء، والحمد لله جاهزيتنا تمام في بداية الحملة. حملة تأتي لتوعية الأهالي بأهمية الطعوم وحثهم على تطعيم أطفالهم بداية من الأسبوع المقبل لتجنب أبنائهم الأمراض المختلفة.